نجي عند عامر منير من الناس اللي تحب تكشخ. انا ادري هو جاي معاه في الدولاب 511 ثياب. الو كاد اجي يا ابو منير انا ثيابي المغسل اعطني ثياب الحب. قال لا. قلت طيب يا جيت اليوم الثاني يا ابو منير اعطني ثياب. قال لا. قلت طيب زين يا منير احلى ربك. عندنا الديوان ولين في ثوب ابيض حائط تبدي تموت على الثوب واخذه والبسه. ايوه يا ملبسته واروح لهم وين في الديوان. كنت جاي من المستشفى ارحب يا فهد الاكلبي بيض الله وجهك يا فهود والبسه. اول ما دخلت في الديوان الناس تسلم تقول سلام عليكم في ضيفان عندنا عامر منير عن في كذا يا عيال ثوبي يقول كذا يمكن حتى طلعت في التصوير يا عيال ثوبي يا عيال ثوبي يا ولد. انا يا ليل انا اسوي انا عود اطش ثوبي ولا اسوي. قلت والله لا اسلم يا شيخ خلني اروح اسلم وادخل واسلم واجي جنبه. طبعا جيت بينه وبين ماجد وش سوي يمسك الثوب كذا عين فيه من خير عين فينا يقول كذا احسبنا نتهاوش فقرة وضيفان جايين وناس وعامر يدور ثوبه ليه هذا خطأ يا عامر منير خطأ. بعدين ترى ما الجودي ما يرقد لا رقد رجله واحدة يطش هناك يده يطش هناك تقول اسبح رقبته هناك اغراضه دنياه حويس. ايوه وعامر فيه ميزه يحب التونه. انا خفت انه يتحول قطه بعد من كثر ما ياكل التونه. الله يستر عليه ابو منير. نجي عند من